الباخره مجهزه بنفس الاجهزه تاع نوير جانيل و يعني مجهزه لنقل الحاويات. الرساله انا اقول اليوم ان البحريه الجزائريه تعززت بهذه الاستثمارات على المتعاملين الاقتصاديين عموميين كانوا ام خواص ان يلجؤوا من الان فصاعدا الى بقدر الامكان على كل حال الى هذه البواخر الجزائريه هي شركات النقل البحري الجزائري لاولا تقليص الفاتوره بالعمله الصعبه. في نفس الوقت هناك ايضا رساله اخرى ادعو كل المتعاملين الاقتصاديين الذين يقتنيوا السلع بالحاويات ان يرجعوا هذه الحاويات في اقصر مده ممكنه. لازم يعرفوا ان كل نهار تاخر راح يستقام الى الجزائر يعني مبالغ كبيره. نحن تقريبا حصتنا في السوق حوالي 6% فقط، الباقي كلها بواخر اجنبيه، واصحاب البواخر يطبقون طبعا اسعار بالعمله الصعبه.